السلام على مولانا العباس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم نعد نعلم من هو مولاك يا أبا بشر. هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله، فكيف تنقلب على الخلافة إذن؟ حاشا لله أن أفعل يا مولاي. لقد طغى الأمير. طغى الأمير وعاقبناه، ورضي الأحواف بديتنا ورجعنا بأمر المأمون. أما أنت فمكثت مع الخارجين علينا تمكر ضدنا. إنما بقيت لأحقن الدماء المهدورة. كل الأطراف تشابكت مع بعضها. المطلب أرسل السري ليعتقل الجروي، ويمكر الجروي وصهيب لبعضهم البعض، والأمور في الفسطاط تزداد سوءا. مولاي، لو أن بقائي فهم على أنه خيانة فهذه عنقي. رأسي دون راية الخلافة، لكني بقيت من أجل الناس أدير أزمة ما كانت لتشتعل لو أخذ بمشورتي. قم يا أبا بشر، أنا بين يديك يا مولاي، افعل بي ما تشاء. أحتاج لك في دار الإمارة أكثر. أريدك أن تنقل الوضع إلى المطلب. قل له أن السري ينتصر. طمئن. أمر مولاي. لا أريد دخول الفسطاط على دامن يا أبا بشر. أدام الله حكمتك يا مولاي. ندخل ونستقر، ثم نحكم بين الأطراف بالعدل إن شاء الله. إن شاء الله. هذه السجادة يا مولاي من أفضل ما نسج في الفسطاط، تريح عليها ظهرك المتعب وقت النوم. ألم تغير هذه العادة يا أبا بشر؟ إنما أعرف احتياجاتي مولاي قبل أن يحتاجها. وهذا التمر أيضا من خير البادية، أرجو أن يعجبك. بالإذن يا مولاي. تفضل.